الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. الحديث النبوي مصدر من مصادر التشريع وأصل من أصول الإسلام، ولم يسلم من التشكيك والاعتراض من خصوم الإسلام وأعدائه، ويردد هذه الشبهات بعض المسلمين ممن انطلت عليهم تلك الاعتراضات وتلبس عليهم الحق بالباطل. وقد سلك علماء الإسلام وأئمة الدين منذ عهد الإمام الشافعي سبيل الرد على هذه الشبهات ودحضها لكي تقوم الحجة على العباد ويتبين سبيل الرشد من الغي. حول موضوع شبهات حول السنة نستضيف الشيخ الدكتور نادر العمراني، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء والأستاذ في جامعة طرابلس. فباسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا شيخ. أهلا وسهلا بكم سادة المشاهدين. مرحبا شيخنا، وأنتم متخصصون في الحديث النبوي وعلومه، نريد منكم أن تبدأون بنبذة مختصرة في تعريف هذا العلم، تعريف الحديث النبوي والسنة النبوية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السنة في أصلها اللغوي هي الطريقة المسلوكة، كل من سار على في طريق ما أو سار على عادة معينة، سواء كانت سيرة حسنة أو سيئة، فهي تسمى سنة. وفي أصلها اللغوي مأخوذة من سن الماء، يقال سن فلانا الماء، أي صبه صبا متواصلا دون انقطاع. فكأن إذن المقصود بكلمة سنة هو السير المتواصل في طريق ما، وكما ذكرت سواء كان هذا على سبيل الشيء الحق أن يكون شيئا حسنا أو شيئا سيئا. وعلماء الإسلام خصوا ذكر السنة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعبرون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا أطلقت السنة عموما فالمقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الطريق التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو التعبير عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكاية أفعاله وأقواله وكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكل فئة من أهل العلم نظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الجانب الذي يعنيهم. فمثلا المحدثون اعتنوا بجمع كل ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يهتموا بقضية هل هذا الفعل أو هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه إباحة شيء أو تحريمه، وإنما حرصوا على نقل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا عرف المحدثون السنة يقولون هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء في اليقظة أو في المنام، قبل البعثة وبعد البعثة. يعني كل ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه، في وصف أخلاقه، في وصف بنيته، في ما حصل له قبل البعثة، فيما حصل له بعد البعثة، في المنامات التي رآها صلوات ربي وسلامه عليه، إذن هي حوصلة كاملة لكل ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جانب علماء الحديث. هذا من جانب علماء الحديث، لأنهم كأنهم يعتنون بترجمة سيرة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الفقهاء في تعريفهم، أو الأصوليون تحديدا منهم في تعريفهم للسنة، الأصولي يعتني بطريقة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، ولهذا خصوا السنة النبوية، أو إذا تحدثوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقيدون ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأنها هي التي يبنى عليها الأحكام.
فلم يذكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثلا إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقيل كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، شعره ليس بالجعد ولا بالصبغ إلى آخره. هذه أوصاف لا يترتب عليها حكم شرعي، لأن الواحد منا لا يملك أن يجعل نفسه أو بدنه طويلا أو قصيرا، أو أن يكون ربعة من الرجال أو غير ذلك. صحيح. فهذه لا يترتب عليها أحكام بمعنى حل وحرمة، حلال وحرام ونحو ذلك، فلم يهتموا أو لم يجعلوا اهتمامهم الأساسي بمثل ذلك. أيضا اعتنوا بنقل أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، لأن الأحكام إنما تؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إرساله وبعد بعثته. أما الأخبار التي كانت قبل البعثة فهذه تحكى مثلا من إرهاصات النبوة، من دلائل النبوة ونحو ذلك. فهذه أمور يهتم بها المحدثون كما ذكرت، لأن مقصودهم هو جمع كل ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو جئنا إلى ما كانت السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي، هل هي من جملة الوحي أم هي اجتهادات من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ملزمة للأمة أم غير ملزمة؟ لا شك أن السنة النبوية هي كما تفضلت في مقدمتك أنها أصل أصيل في تشريع الأحكام الشرعية، وأنها مستقلة بالتشريع كالقرآن تماما ولا فرق، بل صرح أهل العلم ويصرحون بأن السنة النبوية هي وحي كالقرآن تماما، وإن كان يعني هناك فروق بين القرآن وبين السنة النبوية، لكنهما يجتمعان في كونهما وحيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتصرف من ذاته، وإنما كان يوحى إليه كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أمرنا به، وكل أفعاله صلى الله عليه وسلم، إنما كان مسددا عن طريق الوحي، فهو يوحى إليه صلوات ربي وسلامه عليه، فيترجم هذا الوحي إلى أقوال أو أفعال، وعلى الأمة أن تأتسي به، أن تتأسى به وأن تقتدي به. ومن أبرز الأدلة التي تظهر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته إنما هي وحي يوحى أحاديث كثيرة، منها لما من حديث أبي قتادة الأنصاري، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسأله عمن يقتل في سبيل الله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أهل يغفر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يكفر الله عنك خطاياك باستشهادك في سبيل الله. ثم رجع الرجل وأراد أن ينصرف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إلا الدين، يكفر الله عنك كل شيء إلا الدين. ثم قال: سارني بها جبريل آنفا. فهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على أن حتى الأحاديث النبوية إنما هي وحي من النبي إنما هي وحي من الله جل وعلا، أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما التعبير جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الفروق الظاهرة بين القرآن وبين السنة أن الله جل وعلا تعبدنا بالقرآن، ولم يتعبدنا بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذاتها. ولهذا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليست في ذاتها ليست معجزة كألفاظ القرآن، ولهذا يجوز فيها الرواية بالمعنى، لكن ألفاظ القرآن نحن متعبدون بذات الألفاظ. هذا هو الفرق بين القرآن والسنة. أما كلاهما فهما وحي من الله جل وعلا أوحاه ونزل به جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحاه إليه وأمره بتبليغه، وقد بلغهما النبي صلى الله عليه وسلم حق البلاغ وبينهما حق البيان. طيب، هنا يعني من ناحية أن السنة النبوية حجة على العباد وأنها مصدر من مصادر التشريع، هل يمكن أن يقال أن يمكننا
أن نستدل بآيات القرآن على حجية السنة. لا شك الـ 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 يعني الـ القرآن مليء بالاستدلال أو بالتنصيص على حجية السنة النبوية. على سبيل المثال قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لم يقيد الله جل وعلا ما نأخذ وما نذر من أفعال النبي ومن ما يردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ما من اسم موصول من صيغ العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني كل ما أتى ما جاءكم به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. ولفظ الأمر كما يذكر الأصوليون وأهل العلم أنها يفيد الوجوب، فالأصل أن ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب الأخذ به وواجب الائتمار به، وما نهانا عنه فلننتهي عنه. بل هو هذا في واقع الأمر هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن معنى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أي لا نعبد إلا الله جل وعلا، وأن محمدا رسول الله أي لا نعبد الله إلا بالطريقة التي جاءنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مقتضى هذا أن كل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم سنأتمر به وسنطبقه وسننفذه وسنسعى في تحقيقه وإيجاده، وما نهانا عنه ننتهي عنه ونبتعد عنه ونحاول قدر الإمكان ألا نقع فيه. جزاكم الله خير شيخنا كريم. لعل هذه مقدمة فقط للولوج إلى الموضوع الأصلي، ولا فحجية السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي لا شك أنها تحتاج إلى كثير من الدروس والمحاضرات. هناك طائفة من الناس خرجت في التاريخ الإسلامي منذ القديم ولا زالت تتردد في عصرنا الحاضر، ويردد بعض هذه الشبهات بعض المستشرقين من أعداء الإسلام وكذلك بعض المستغربين من العلمانيين ممن أسماءهم من أسماء المسلمين وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. شيخنا كريم، لو تذكر لنا ما هي الظواهر التي خرجت في عهد السلف في عهد أئمة الإسلام وتنكر حجية ومنزلة السنة؟ هو لا شك أن كل مبطل له سلف، ومنذ أن ظهر الإسلام فإن أعداءه لم يتوقفوا عن محاولة النيل منه والدس فيه. ولهذا أول ما ظهر الإسلام في مكة قاومه كفار قريش وقبائل العرب التي حوله، وحتى بعد ظهور الإسلام وانتشاره حاولت بعض أعداء الإسلام حاولوا أن يتظاهروا بالإسلام وأن يندسوا في داخل المسلمين ويحاولوا أن يشككوا الناس في دينهم. ولا شك أن القرآن الكريم قد تولى الله جل وعلا حفظه وتعهد بحفظه، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أراد أن يسوق أي فكرة أو يحرف دين الإسلام من الداخل فإنه لا شك أن أول ما سيحاول أن يذهب إلى القرآن وأن يحاول أن يزيد فيه أو أن ينقص منه أو نحو ذلك. فلما كان هذا الباب مسدودا لا يملكون ولا يستطيع بشر أن يزيد في القرآن أو أن ينقص منه بحفظ الله جل وعلا له، لا شك أنهم سيحاولون في تأويله. ولهذا كل مبطل على مر تاريخ الإسلام من الطوائف المنحرفة مدخلهم للتشكيك أو للطعن في ديننا أو في تحريف دين الإسلام من أحد أمرين: إما من تأويل القرآن غير تأويله وغير تأويله الصحيح، لأنهم لا يستطيعون أن يتدخلوا في حروفه أو أن يزيدوا أو أن ينقصوا فيه، والجانب الآخر عن طريق السنة النبوية، لأنهم يعلمون أن السنة النبوية هي عماد القرآن، ولا يمكن لمسلم أن يكون مسلما على الحقيقة وعلى التمام إلا بوجود السنة مع القرآن. فمن زعم أنه مسلم ولأنه سيتمسك بالقرآن وحده فلا يمكن أن يكون مسلما. صحيح. ولهذا أهل العلم يذكرون أن للسنة النبوية
ثلاث مراتب مع القرآن الكريم. المرتبة الأولى أن ترد السنة النبوية مقررة ومؤكدة لما في القرآن الكريم، بمعنى أن يرد في نص في القرآن الكريم آية في القرآن ويأتي نظيرها في السنة النبوية، فلا تزيد عنها شيئا وإنما تقرر ما جاء في القرآن. على سبيل المثال قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الآية أمرت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، جاء نظيرها في السنة النبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا أخذنا هذا الحديث مع هذه الآية لوجدنا أن كل ما ذكر في القرآن فهو كرر في السنة، لم تزد السنة على ما جاء في الآية شيئا، ولهذا نقول هذا القسم هو مؤكد ومقرر لما جاء في القرآن الكريم. قبل أن نأخذ القسم الثاني من منزلة القرآن، من ما جاء في السنة بيان للقرآن، أو فنستأذنك شيخنا الكريم في هذا الفاصل القصير ثم نعود لنستكمل هذه المراتب. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح حول موضوع شبهات حول السنة، نستضيف فيها الشيخ الدكتور نادر العمراني عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية. شيخنا كريم، كنت تتحدث عن منزلة السنة من القرآن وذكرت المرتبة الأولى، فلو تستكمل هذه الفقرة. إذن كما ذكرنا المرتبة الأولى هي أن ترد أن تأتي السنة مقررة ومؤكدة لما في القرآن. المنزلة الثانية أن تأتي السنة شارحة ومبينة لما في القرآن، يعني يأتي النص مجملا فيه نوع من الإبهام ثم تفصل السنة النبوية هذا الأمر الوارد في القرآن. وعلى سبيل المثال الآية التي تلوناها آنفا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو أراد مسلم وادعى أنه يريد أن يحقق الإسلام وأن يمتثل أمر الله جل وعلا الوارد في هذه الآية، كيف سيصلي؟ كيف سيزكي؟ لن يستطيع. ولهذا جاءت السنة النبوية بتفصيل هذه الآية وبيانها وشرحها، ولهذا ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه، وكل أصحابه وكثير من أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأدق التفاصيل. فاليوم لو أراد متمحل وزاعم أن يزعم أنه مسلم بمجرد القرآن فقط، فنقول له أرنا كيف ستمتثل أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة، كيف من أين سيعرف أن العصر أربع وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع وأن الصبح اثنتان؟ كيف يعرف ما هي الصلاة السرية من الصلاة الجهرية؟ كيف يعرف ماذا يقرأ في الأولى وماذا يقرأ في الثانية؟ كيف يعلم؟ لأن كل ما ذكر في القرآن الكريم من ذكر الصلاة هو الأمر بإقامتها، اركعوا مع الراكعين، ذكر السجود بدون تفاصيل. ولا شك أن كل عاقل يعلم أن تفاصيل هذه الصلاة إنما جاءت في السنة النبوية. أيضا في قوله جل وعلا وآتوا الزكاة، ما هي الأموال التي يجب فيها الزكاة؟ هل كل مال تجب فيه الزكاة أم لا؟ ثم لو علمنا المال الذي تجب فيه الزكاة ما مقدار الواجب إخراجه؟ ما هي التفاصيل؟ ما هو النصاب؟ هل يلزمك إخراج الزكاة؟ متى تخرج؟ كل هذه التفاصيل جاء ذكرها في
أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله وفي تقريراته. وقل ما شئت عن سائر القرآن، إذ حال النبي صلى الله عليه وسلم ومجمل سنته هي لبيان القرآن الكريم وشرح وتفصيل وإظهار وإيضاح هذه الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم. وقص على ذلك: خذوا عني مناسككم ونحو ذلك. المرتبة الثالثة من مراتب السنة مع القرآن أن ترد السنة بمقدار أو بشيء زائد عما في القرآن الكريم. ونظير هذا مثلا في عند ذكر المحرمات من النساء في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآيات، قال وفي آخرها: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه الآية ذكرت المحرمات، وجاءت السنة ببيان تحريم الجمع بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البنت على عمتها ولا البنت على خالتها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. فإذا نهى عن الجمع بين البنت وعمتها، ولا ذكر لهذا الأمر في القرآن الكريم، إنما نهينا عن الجمع بين الأختين، ولم تذكر النهي عن الجمع بين البنت والعمة. نعم، إذا على هذا السنة النبوية هي شارحة ومفسرة ومقررة لما جاء في القرآن، وزيادة على ذلك هي أصل ثابت ومستقل ورأس بذاته، الحديث رأس بذاته، بحيث أنه هو يشرع للمسلمين ويحلل ويحرم ويوجب عليهم ما يشرعه القرآن الكريم. طيب شيخ الكريم، لو الآن في هذا العصر الحديث هناك طرق للبحث العلمي وقد تطورت ويعني سار عليها العلماء المعاصرون واعتمدت حتى صارت يعني مصدر من مصادر اليقين وطريقة من طرق الاستدلال، فهذه المناهج أو ما يرفع الآن من شعار البحث والمعرفة وحرية النقد، هناك علماء في الغرب خرجوا بمباحث تطعن في السنة النبوية وتشكك في مصدرها. هذه قضية غاية في الأهمية، لأن للأسف اليوم كثير من أبنائنا وكثير من حتى من الصالحين في هذه الأمة قد يدخل عليهم يغرر بهم من خلال هذه المقدمة، يأتون من باب البحث العلمي والتحري، وأنه لا شيء فوق النقد، وأن الدين الإسلامي قد جاء بحرية التفكير وحرية النظر والدعوة إليه والدعوة إلى التأمل والتفكر ونحو ذلك. فمن هذا الباب يدخلون على أنه لا محرمات ولا شيء فوق النقد، ويدخلون من ذلك من هذا الباب. أنا أقول أن أحيانا الإنسان كما يقول غير واحد من أهل العلم، يقولون: كثرة الإمساس يميت الإحساس. أحيانا قربنا وظهور الشيء وعلى أنه كالمسلمة من المسلمات يجعلنا نغفل عن كثير من عظم ما يرد إلينا. على سبيل المثال، أحيانا ويحصل أن أتحاور مع بعض أبناء المسلمين، خاصة ممن عاش في الغرب أو تأثر بفكرهم أو نحو ذلك، تجد أنه أحيانا يعسر على نفسه قضية فهم أصل القرآن وأصل السنة النبوية ونحو ذلك، ويدخلونه في متاهات، ويريدونه أن يريدون أن يوصلوه إلى أن الحقائق لا تكون حقيقة إلا إذا كانت ملموسة باليد. فمن هذا الباب يشككون في كثير من المسلمات في ديننا. على سبيل المثال، أحيانا تجد الواحد البعيد يشكك في أصل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يبحث عن دليل قاطع لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يعلم المختصون، بل كما يعلم المسلمون،
أن الدلالة على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور السهلة اليسيرة، ولهذا شأن ديننا ومن حكمة الله جل وعلا ومن رحمته بنا أن جعل لنا كلما كان الأمر مهما بل كلما كان غاية في الأهمية وكلما كان الإنسان أحوج ما يكون إلى معرفة أمر، جعل الدليل عليه والدلالة عليه من أيسر ما يكون، الدلالة التي يعقلها الجميع، الذكي والغبي، النبيه والمغفل، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، يجعل الأمر الدلالة عليه بأسهل ما يكون. ولهذا مثلا في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو قال قائل ما الدليل على أن هذا الرجل هو نبي حقا؟ نقول لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين، لا يمكن أن يدعي النبوة إلا أحد رجلين. وأنا أدعو السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن يتأملوا معي هذا الأمر، لن يدعي النبوة إلا أحد رجلين، إما أن يكون أصدق الناس وأبلغهم وأرفعهم وأحكمهم وأطيبهم وأنبلهم، لأنه فعلا رسول، لأن من دعا النبوة إما أن يكون صادقا في دعواه وهو نبي حقا، أو يكون دجالا كذابا يدعي النبوة وهو ليس نبي. طيب الذي يدعي النبوة ويكذب على النبي ويكذب على الله جل وعلا ويفتري عليه، لا شك أنه سيكون من أحط عباد الله وأخسهم، لأن الواحد منا إذا اكتشف من أخيه كذبا سقط من عينه، فما بالك لو اكتشف أنه يكذب على الله جل وعلا. كذبك على الرجل المحترم أو على الشيخ أو على المسؤول إذا اكتشف ذلك سقطت من أعين الناس، فما بالك بمن يكذب على الجبار جل جلاله. ولهذا إذن لن يتجرأ على الكذب على النبي صلى الله على الله جل وعلا وأن يدعي النبوة إلا رجل مرذول ساقط بين السقوط. صحيح. والأمر الثاني أن يكون صادقا وهو نبي، فماذا يا ترى ستكون أوصاف هذا النبي؟ لا شك أنه سيكون أجمل الناس وأصدقهم لسانا وأعذبهم كلاما وأنبلهم خلقا، وقل ما شئت من الكمال البشري، وأكثرهم أمانة. نعم. فأسألكم بربكم، هل يمكن أن يلتبس حال هذا الأول بحال الثاني؟ أبداً. لا يمكن أبداً. نعم. ولهذا السبب نقول نحمد الله جل وعلا أن فطرنا الله سبحانه على نعمة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة يعني الإسلام، قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا لأصل أن الإنسان مفطور على الارتياح وعلى تصديق الخبر اليقين، وهو الإيمان بالله جل وعلا خالق عظيم، والإيمان ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا عليه أن يجعله أصلا، ثم إذا أورد عليه مورد أي إشكال أو أي شبهة مما لعلنا سنتطرق إليها في هذه الحلقات إن شاء الله، لا عليه ألا يسارع بالتشكيك في أصله الأصيل. نحن عندنا الأصل وهو أن الله جل وعلا حق، وأن القرآن حق، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق، لا نتنازل على هذه لمجرد تشكيك من كائن. ومصداق لما ذكرتم شيخنا كريم حديث هرقل المشهور، وهو عندما سأل أبا سفيان وكان على الكفر، صحيح، قال في قضية صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان له أن يصدق مع الناس ويكذب على الله، هؤلاء أعداؤه وشهدوا له بأنه من أصدق الصادقين مع سائر البشر، فكيف به أن يكذب والعياذ بالله على ربه سبحانه وتعالى. لو نعود إلى قضية نفسها، هذا الشعار الذي يرفع، قضية الشعار البحث العلمي، وكما ذكرتم قضية حصر البحث العلمي والاستدلال في القضية المحسوسة نتيجة هذه الحضارة المادية، فرض هذا المنهج المادي علينا باعتبارنا لا يقين إلا بهذا الشيء المحسوس، وإنكار الوحي وكل ما وراء، كما يقال وراء المادة. نريد أن نرجع إلى طريقة البحث، هل كان هناك منهج علمي عند سلفنا الصالح يسيرون عليه، أم كان هو مجرد يعني جمع وفقط ولملم لهذا
التراث الذي أخذوه عن سلفهم. لا شك أن كل منصف يعلم أنه لا يوجد في الدنيا منهج دقيق في نقل الأقوال ونقل الأفعال أو نقل التراث كما هو موجود في ديني في عند المسلمين ومنهج المحدثين تحديدا، بل قد امتن الله جل وعلا علينا بأصل لا يوجد عند بقية الملل، وهي أن الله جل وعلا امتن على الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأصل الإسناد. يعني إذا ذهبنا إلى النصارى وطلبنا منهم أن يأتوا لنا بإسناد أو بمقالة ينقلونها عن نبيهم بالإسناد، ونرضى منهم أن يكون إسنادا مجاهيل وإسناد فيه كذابون، قل ما شئ، نرضى أن يأتوا بأي إسناد ولو كان ما كان، فقط يكون متصل، فقط يسندون لنا مقالة واحدة عن نبيهم عيسى عليه السلام، أو وقل مثله عن اليهود في موسى أو إبراهيم أو نحو ذلك. نحن بفضل الله جل وعلا نسند أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم كلها بالإسناد، بل لا نقتصر على ذلك فقط، بل نستطيع أن نميز فنقول هذا إسناد رجاله ثقات معروفون وهذا ليس كذلك، بل أيضا نميز بين الإسنادين فنقول هذا إسناد ثقات وهذا إسناد كلهم ثقات وهذا أعلى من هذا، يعني أقل وسائط نصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعرف هذه الأمة بأنها أمة الإسناد، وأهل العلم رفعوا شأن الإسناد وعرفوا مكانة النقل بالإسناد، ولهذا قالوا الإسناد كما ورد عن ابن المبارك وعن الثوري، قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولنعتبر الآن النصرانية المحرفة، من الذي حرفها؟ حرفها بولس لما أراد أن يضيف إلى هذا إلى دين المسيح النصرانية الصحيحة، أراد أن يضيف إليها ما شاء لأنه لا نملك شيئا نحاجه بها. لكن اليوم لو خرج فينا مدع وأراد أن ينسب لديننا شيء لقلنا له من أين جئت به؟ القرآن محفوظ بين الدفتين، فمن أين جئت بهذا؟ إلى من تنسبه؟ لو قال أنا أنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مقالة نبيكم لقلنا له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من الذي حدثك؟ فإذا ذكر ثقة قلنا من حدثه، وهكذا إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذن الأصل الأصيل الذي انطلق منه المحدثون وأهل الإسلام في حفظ هذا الدين هو السؤال عن الإسناد. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أول البعثة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن البراء وعن أنس رضي الله عنهما قال ما كان يكذب بعضنا بعضا، ولكن كما قال محمد بن سيرين لما حدثت الفتنة فقلنا سموا لنا رجالك. فلن لا يستطيع أحد أن ينسب إلى الدين مقالة دون أن يسندها ودون أن يبين من نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن عندما خرجت الفرق وتفرقت الأمة إلى بعض الفرق وبدأ النزاع والاختلاف، هناك ظهرت الاختلافات في السنة النبوية وخاصة من قبل الروافض الذين كان لهم موقف عدائي من صحابة رسول الله الذين هم نقلت السنة والحديث النبوي الشريف، وكذلك أعداؤهم الآخرون الذين هم الخوارج الذين أيضا هم كفروا الصحابة فكان لهم موقف. من هؤلاء؟ كيف تعامل معهم سلفنا الصالح؟ أولا لابد أن نقرر أن كما ذكرنا كل مبطل لن يصل إلى باطله إلا عبر الطعن في السنة النبوية، ولهذا كما تفضلت الرافضة والخوارج وهما أولى الفرق الخارجة في الإسلام، لما خرجت ونشأت هذه الفرق علموا أنهم لن يتمكنوا من نشر باطلهم إلا عبر التصدي للسنة النبوية، لأن السنة هي الكاشفة لهم، لا يستطيعون تحريف القرآن، فلا بد أن يجعلوا بين الناس وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم سدا منيعا يمنعون الناس من الوصول إليها. إذا استطاعوا أن يحجبوا الناس عن السنة النبوية استطاعوا أن يمرروا باطلهم، أما ما دام الناس متمسكين
بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن ينطلي باطلهم. ومن هنا أول ما قاوم به أهل المحدثون وأهل الإسلام قاوموا به هذه الفرق الباطلة أن أعلنوا تمسكهم بالسنة النبوية، هذا أولا، وحثوا عليها وميزوا من يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار شعار أهل الإسلام يسمون بأهل السنة والجماعة. أهل سموا بأهل الجماعة لأنهم هم أمة الإسلام، وهذه الفرق هي فرق يعني خرجت عن جماعة المسلمين، جاءت بأفكار لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن على عهد أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، فلهذا سموا بأهل الجماعة، لأنهم سموا جماعة إذن لأنهم استمروا وبقوا على ما هم عليه أو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بأهل السنة لأن هذا ما يميزهم. ولهذا نجد في التنصيص أهل العلم وأهل الإسلام أن التمسك بالسنة هو الواقع. فإذن أولا أعلنوا التمسك بالسنة، وحذروا من كل من أراد أن يهتك هذا الباب وأراد أن يغفل أو يهمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حذروا من أصحاب هذه الأفكار، فوقفوا لهم بالمرصاد وتصدوا لشبهاتهم ووضعوا ضوابط وقوانين وقواعد لتبيين كذب هؤلاء وافترائهم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك ومع ذلك استمر العداء لهذا الدين، ومن يشكك ويطعن في هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام ألا وهو السنة والحديث النبوي الشريف. فهناك لو سلطنا الضوء شيخنا الكريم على هذه الطائفة المعاصرة، وهي طائفة الاستشراق، حركة الاستشراق التي ظهرت في العصر الحديث وكان لها دور كبير وأصدرت بحوث كثيرة بالآلاف بل بالعشرات الآلاف، تطعن في هذا الدين وتشكك فيه، فما هي هذه الحركة وهي حركة الاستشراق؟ من هم المستشرقون؟ ببساطة الاستشراق هو اتجاه فكري يعنى بدراسة الحضارة الشرقية، كما نحن نعبر عن الغرب ونعني به أوروبا وأمريكا ونعني به الغير من غير المسلمين ونعني به تحديدا النصارى ونحوهم، كذلك هم من اعتنى بدراسة الإسلام وبدراسة أحوال المنطقة العربية ويسمونه دراسة الشرق. فالاستشراق أو المستشرق هو كافر درس الحضارة العربية أو تحديدا الحضارة الإسلامية، ولا شك أن دراستهم للحضارة الإسلامية كان لها أهداف منهم. لعل شيخنا كريم نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إلى ذكر أهداف الاستشراق، نستأذنك في هذا الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح حول موضوع شبهات حول السنة، ونستضيف فيها الدكتور نادر العمراني. كنت تتحدث شيخنا كريم عن أهداف الاستشراق، فما هي أهدافه؟ كما ذكرت الاستشراق أو المستشرقون هم من الغرب من الكفار، درسوا حضارة الإسلام وحضارة الشرق ولهذا سموا مستشرقين. الهدف الأساسي أو من الهدف الأول من أهداف المستشرقين في دراستهم لحضارة الإسلام للتعرف على الإسلام، لا نريد أن نتهم الجميع، بل بعضهم كان هدفه من دراسة الإسلام وحضارة الشرق
هي للاطلاع فقط، وأنهم كما تدرس الحضارات ويدرس التاريخ، لا شك أن بعضهم كان من باب حب الاطلاع أراد أن يدرس حضارة الشرق وحضارة الإسلام، وخاصة أن حضارة الإسلام من الحضارات العريقة التي كان لها التأثير البالغ على العالم. لا لكن لا شك أن من أبرز أهدافهم أيضا هو مقاومة الإسلام، وأن كثيرا من هؤلاء لما رأى زحف الإسلام وانتشاره في الأرض ووصوله إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، أرادوا وعلموا أنهم لن تقوم لهم قائمة، ولن يبقى ذكرهم، ولن يخلدوا هم، ولن يرفع شأنهم إلا إذا استطاعوا مقاومة الإسلام والوقوف أمامهم. لا شك أنهم لما أرادوا ذلك أرادوا أن يطلعوا على نقاط الضعف التي يمكن أن تكون في الإسلام، فحاولوا أن يدرسوا الإسلام ويطلعوا على الكتب الإسلامية، وكانت لهم الحقيقة نهضة كبيرة، خاصة ما في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في انتشار المطابع والمطابع الحديثة، كان لهم الحقيقة الفضل في نشر كثير من كتب السنة، لكن مما يدل على أن اهتمامهم وسبب دراستهم للإسلام لم يكن بسبب لنشر الإسلام أو الدراسة المحايدة مطلقا، أنهم اعتنوا بنشر بعض الكتب. يعني مثلا من أشهر الموسوعات اليوم في تخريج الحديث النبوي ما يسمى بالمعجم المفهرس للحديث النبوي، وأيضا يعني كتب وضعت للمساعدة في التخريج وللدلالة على مصادر السنة النبوية، مفتاح كنوز السنة. مفتاح كنوز السنة هذا أيضا من أبرز المصادر التي ألفها المستشرقون المعاصرون للدلالة على مصادر الحديث في الكتب. إذا رجعنا لهذا الكتاب مفتاح كنوز السنة نجد أنه معتني فيه بمصادر ليست هي المصادر الأصلية التي يستقي منها المسلمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مصادر اعتنت بالسيرة النبوية واعتنت ومشهورة عند أهل العلم بأن أصحابها لم يعتنوا بذكر الأخبار الصحيحة أو بأنهم يعني اعتنوا بتمحيص السنة النبوية. مثلا تجد أنهم اعتمدوا فيه على طبقات ابن سعد وغيره من الكتب التي ليست أصلا من الأصول التي يعتمد عليها. من أراد أن يدرس الإسلام فعليه أن يدرس الإسلام من خلال المصادر المعتمدة عند المسلمين، ولا شك أن أشهر الكتب أو دواوين السنة عند المسلمين هما الصحيحان البخاري ومسلم، ثم دواوين السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فأن يترك الواحد منهم هذه المصادر الأصلية الأساسية الصحيحة المعتمدة المشهورة التي اعتنى بها المسلمون ودرسوها وبينوها ومحصوها، ويذهب إلى كتب أقل ما يقال عنها أنها من الكتب الدرجة الثانية أو الثالثة التي يعلم المسلمون أن أصحابها لم يعتنوا فيها بالتمحيص والتدقيق، لا شك أنه يرشد إلى أن في الأمر شيئا. ولهذا إذن من أراد أن يكشف أو من أراد أن يبحث عن معايبك سيذهب ويختار المواطن التي يظن أنه سيجد فيها ضلة، وهذا ما فعله للأسف المستشرق. وهو بعضهم يصرح حتى في هدفه، مثل الأمير الذي استهلك كل ثروته في سبيل أبحاث تبحث في حضارة الإسلام، وكتب كتاب حوليات الإسلام، يقول بالنص في يقول إنه إنما يريد بهذا العمل أن يفهم سر المصيبة الإسلامية التي انتزعت من الدين المسيحي ملايين من الأتباع في شتى أنحاء الأرض، وما ما يزالون حتى اليوم يؤمنون برسالة محمد ويدينون به نبيا ورسولا. هذا الآن يصرح بهدفه في دراسة الإسلام وكتاباته الكبيرة الضخمة التي كتبها عن الإسلام.
شيخنا الكريم، طيب احنا لا نريد الان نستطرد في حركه الاستشراق ولعل يطول البحث فيها، ولكن نريد ان نستطلع على بعض ما دسوا به من شبهات في كتبهم وروجها تلامذتهم من المستغربين والعلمانيين العرب وغير العرب من المسلمين او الذين ينتسبون الى الاسلام، ونشروها في صوره ابحاث في الجامعات والدراسات العلمية والمؤتمرات. من هذه الشبهات نريد نستطلع في خلال هذه حلقات، نريد نستطلع أو نتدارس بعض هذه الشبهات وما هي الطريقة الصحيحة في رد وتصحيح هذه الشبهة. لعلك تريد تضيف شيء قبل أن نذكر هذه الشبهات. نعم، الحقيقة يعني أن هؤلاء المستشرقين فعلا ما كان لهم أن ينشروا هذه الشبهات وأن تجد رواجا لولا للأسف وجود أبنائنا من أبناء المسلمين الذين درسوا في الغرب. للأسف أن بعض أبناء الغرب الذين درسوا أبناء المسلمين ممن درس في الغرب واستهوتهم تلك الحضارة الغربية بمزخارفها وبالدنيا التي عندهم، سوغ مع جهلهم بأصل الإسلام ومع جهلهم بدينهم مع جهلهم بأبسط البسيطات من أصول ديننا، لا شك أنهم استهوتهم هذه الشبهات التي ذكرها المستشرقون، وللأسف هم من نقلها إلى عالمنا الإسلامي. بل بعضهم يؤلف كتبا وهو ما هو إلا أنه مترجم، لكنه لا يصرح بذكر هذه المقالات أو بنسبتها إلى أصلها، كتلك الكتابات الكثيرة التي لعلنا نتطرق إلى شيء منها. نعم، عندهم عدة أساليب في نشر هذه الشبهات، وبعضهم يقول أن السبيل الصحيح لنشر هذه الشبهات ليس الطعن المباشر في الدين والتشكيك فيه، إنما يكون على صورة البحث العلمي، كما صرح بذلك أحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام لأحدهم، يقول أنه لا تصرح عندما نشر بحثا وكفره علماء الأزهر، فقال هؤلاء العمائم لا تصرح لهم بذلك، إنما تأتي بالشبهة وتلبسها بلباس أدبي كما فعلت أنا، يقول في فجر الإسلام وضحى الإسلام، وتبث هذه الشبهات. انظر هذه الأساليب التي يروجون بها على عامة الناس. فلا نريد الآن شيخنا الكريم نطرح بعض الشبهات لأن الوقت ضيق ولا يسعنا في رد الشبهة، ولا نريد نلقي الشبهة بدون أن يكون عندنا الوقت الكافي، لعلنا نترك سرد هذه الشبهات إلى الحلقة القادمة. لكن ما تبقى لنا من 3 دقائق حوالي تقريبا في عمر هذه الحلقة، لعلنا نسلط الضوء على الإمام الشافعي في اهتمامه بالرد على هؤلاء، أمثال أسلاف هؤلاء عندما أرادوا الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدى لهم هذا الإمام ببيان منزلة السنة من القرآن الكريم. فتفضل شيخنا الكريم. لا شك أن الطاعنين في السنة أو المستنقصين من قدرها ومن مكانتها، لا شك أنهم على مراتب ومتفاوتون. فمنهم من يرد السنة جملة وتفصيلا، بل منهم من يرد القرآن أصلا، كما مثل هؤلاء المستشرقين ونحوهم. منهم من يدخل بمداخل فيها تلبيس فيقصي نوعا من أنواع السنة، يزعم أن البحث العلمي قاده إلى التفريق بين نوع من أنواع السنة، كأن يقبل السنة الفعلية ولا يقبل القولية، يقبل المشهور ولا يقبل غير المشهور، يقبل المتواتر ولا يقبل الآحاد، تفاصيل يدخلون بها على أهل الإسلام. ومن أوائل من انبرى لهؤلاء المفسدين كما ذكرت الإمام الشافعي رحمه الله، فأفرد فصولا وأبحاثا ومباحث في كتبه العظام مثل الرسالة ومثل الأم، أفرد فيها مباحث
للاحتجاج بالسنة وحجيتها ومكانتها ومكانة خبر الآحاد ومكانة الاحتجاج به ونحو ذلك. وما زال أئمة الإسلام إلى يومنا هذا وإلى أن نلقى الله جل وعلا وهم يذودون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا كما ذكرنا سابقا أن من أراد الطعن في الإسلام لا بوابة له للطعن فيهم في الإسلام إلا عبر الطعن في السنة النبوية أو في الناقلين لها وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم على ما تفضلتم به في هذه الحلقة، ولعلنا نستأذنك في استكمال هذه محاور هذه الحلقة وفصولها في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.